للسنة الثانية على التوالي، كلام الناس في الأمم المتحدة، شباب لبنان والعالم يعتلون المنبر الدولي في أكبر مؤتمر لمحاكاة الأمم المتحدة. كلام الناس يطل مع الجامعة اللبنانية الأمريكية من نيويورك لإدارة شباب العالم في القيادة والدبلوماسية والتفاوض. إذا صرفنا الغالي في سبيل شبابنا وشاباتنا بيكون رخيص. نقاشات حول التطرف والإرهاب وتبييض الأموال والتفاوض ترعاها الأيو والأمم المتحدة ضمن برنامج MUN، ويشارك فيها أكثر من 3500 شاب وشابة من 26 دولة. نحن جايين لهون كجامعة لبنانية أمريكية نعطي نيويورك، ندرب الأساتذة، ندرب الطلاب، ونكون مساهمين بصنع القرار. كلام الناس من الجامعة اللبنانية الأمريكية بيروت، الليلة 10 مساء على الـ LBCI والـ LDC.